يحسبوا لطفي سيفيني كي الدولة حبت تنفيني يا وقولها بركة عافيني عجبكم حتى اللم فيني يعني شعل كي جهنم غير ربي لي حيطفيني تعرفني جامين فريمي الظاهر كيما الباطن مي قلبي وكل بعضها كي نشوف في بلادك تر الباطل خلي الناضل خلي نهدر بسح مخي ولا عاطل كي سعيد وحده يحكم في 40 مليون مواطن وش وش عاود عاود وش راح تحكي وش حتفوت الرئيس يستقبل مير النيفو تاعكم غير يهود يا المتهور يا المتهول وين الرجلة وين النيف الرؤوس تاع الشهداء راهي في المتحف تاع باريس يا لطيفة راني جايكم كل جندي سلاحي ديما في جنبي نجمة وهلا اللون في جلدي بلادي هنايا شغلتني في قلبي ودمي شدتني رئيسكم مولد في وجدان الجزائر اللي جابتني هكي ما هك هكي ما هك خويا هكي ما هك هكي ما هك بابا هكي ما هك هكي ما هك ددا هكي ما هك قول الحق مملكة راسنا يشد هكي ما هك هكي ما هك خويا هكي ما هك هكي ما هك بابا هكي ما هك هكي ما هك ددا هكي ما هك قول الحق مملكة راسنا يشد انت تحير كي تشوف محرز دار الهول في تشيلسي وانا نحير كي نشوف عيبات كيف عمر غول في الكرسي انت تحير كي تشوف اليهودي وش يدير مع جيزي وانا نحير كي يشوف في بلادي الشدود الجنسي نعم ياسي راني حسين وش يصير للشريعة عملي فتجابوا لي شبيب ودركا جابوا لكم الشيعة في كل جهة غير الشيعة ولا الشيحة عالدينار والدولة بتغطي العارم راحوا ركعوا للإيران شوف دعوة الري مخروبة والغلب نغلوا عليه الرئيس وفي غيبوبة هما غير يستغلوا فيه خربوا فيه خدروا فيه غروا غدروا غموا بيه شافوه طايح طايح رايح خباوة وخدموا بيه وش يا 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 أو راضي بالأحوال مهم ياكل يشرب يرقد مرجعوك الحيوان اللي يهدر عادي خاف لا تسرعلو كيف بوضياف البلاد مرجعوها صح مملكة الإخوة بوداف كيما هك كيما هك خويا كيما هك كيما هك بابا كيما هك كيما هك ددا كيما هك قول الحق مملكة راسنا يشد كيما هك كيما هك خويا كيما هك كيما هك بابا كيما هك كيما هك ددا كيما هك قول الحق مملكة راسنا يشد كيما هك اسمعني واحد ما راه يحبسني نحيلي الباسبور بالسيف ولا نفيني على 10 سنين مملكة تكتب اسمي وتبعت ناس باش تعسني من دون مش كتب لي ربي انا شي ما حي مسنين عاودها لك باش تحفظها واحد ما راه يحبسني نحيلي الباسبور بالسيف ولا نفيني على 10 سنين مملكة تكتب اسمي وتبعت ناس باش تعسني من دون مش كتب لي ربي انا شي ما حي مسنين هكي ما هك هكي ما هك خويا هكي ما هك هكي ما هك بابا هكي ما هك هكي ما هك